اليوم احنا في فعالية الجري المسافة القصيرة بمناسبة اليوم الوطني اللي قيمه بلدية محافظة القطيف. نشكر الجميع على الحضور والمشاركة، ونشكر من شارك في الأيام السابقة. خلال 3 أيام كان مهرجان رائع جدا. جاي اليوم أشارك في سباق لليوم الوطني، وإن شاء الله نجيب ونحقق المراكز الأولى في هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، يوم الوطني، يوم تحقيق الحلم للدولة السعودية بقيادتها الرشيدة الله يحفظها. نشارك نحن أفراد فريق مشاة قطيف المحبة في ماراثون القطيف. جينا نشارك العيد الوطني السعودي في منطقة القطيف، أنا وفريقي وكابتن نجيب.